أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. القبس الكويتية، العراق يحيي ثورة تشرين ورعب للفاسدين. المدى العراقية بعد رحلة نزوح موجعة، سكان المناطق المحررة بلا عمل ولا منازل. وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، الإفلاس يهدد نصف الشركات الأوروبية الصغيرة. في زاوية مقالات يتساءل أثير ناظم في المدى العراقية، هل هي جولة إنقاذ ما تبقى عن جولة الكاظم الأوروبية؟ ويكتب الحسين الزاوي في الخليج الإماراتية، عالم ما بعد العولمة. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة القبس الكويتية إن العراق يحيي ثورة تشرين ورعب للفاسدين، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بغداد وعدد من المدن الجنوبية إحياء للذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات أكتوبر التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية. واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. قالت صحيفة البلاد البحرينية إنه في انتفاضة تشرين صرخات العراقيين تتجدد، هاتفين ضد الطبقة السياسية والأحزاب والفساد المستشري، فضلا عن المحاصصة والتدخلات الإيرانية، مجددة مطلب محاسبة قتلة المتظاهرين ومشددة على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي. أما صحيفة كل الأخبار العراقية فتؤكد أن ثورة تشرين هي ذكرى تتجدد بمطالب مشروعة، بينما أحزاب السلطة تراهن على عامل الوقت، ويرى ناشطون أن حكومة الكاظمي أطلقت الكثير من الوعود ولم تفي بها. بينما عنونت صحيفة الشرق الأوسط رفع خيام التحرير في بغداد خشية من مجموعات مسلحة، وذلك بعد تغلغل فصائل مسلحة وسط الساحة، ولا يستبعد الناشطون ارتكاب مجزرة بحق المعتصمين، ويعتقدون أن ثمة اتفاق بين الحكومة والأحزاب والفصائل المسلحة على إنهاء الاعتصام. قالت صحيفة القدس العربي إن أزمة الرواتب تعود للواجهة في العراق، والحكومة تعول على الاقتراض والبرلمان، وتحذير من الإفلاس ومن خطورة تآكل الطبقة المتوسطة في العراق وزيادة الفقر والشعور بالتهميش. ونبقى في القدس العربي، العراق يطالب روسيا بالتدخل للسماح له بزيادة صادراته النفطية لمعالجة عجزه المالي وتقديم القروض لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بعد الضائقة المالية جراء تدني أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا. وفي تقرير اقتصادي لصحيفة الشرق الأوسط، الإفلاس يهدد نصف الشركات الأوروبية الصغيرة، ويبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأن شركة من 5 شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر 6 المقبلة لتراجع الإيرادات بنحو 70%. قالت صحيفة المدى العراقية، بعد رحلة نزوح موجعة، سكان المناطق المحررة بلا عمل ولا منازل، فالعديد من السكان نزحوا مجددا لغياب العمل، فالأسواق مغلقة ولا توجد مشاريع لتشغيل السكان. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات يكتب شاكر كريم في الزمان العراقية: نريد وطن، نريد كرامة. يقول الكاتب: الشباب المتظاهر يحيي الذكرى الأولى لانتفاضته، وكان ثمن مشاركته بانطلاقها باهظا دفعه الشهداء. أما اليوم فالشباب الثائر يصرخ: نريد وطن، نريد كرامة، نريد حقوق. وانتفاضتهم وحدها هي من تحقق المطالب وتهزم الفاسدين. ويتساءل أثير ناظم في المدى العراقية: هل هي جولة إنقاذ ما تبقى عن جولة الكاظم الأوروبية؟ يقول الكاتب: الدور الذي ترغب أن تلعبه الدول الأوروبية هو أن تكون مستقلة في سياساتها عن التوجهات الأمريكية في المنطقة قدر المستطاع، وبالمحصلة على السيد الكاظمي أن يكون أكثر اتزانا في تعاملاته مع القضايا الإقليمية والدولية. ويكتب الحسين الزاوي في الخليج الإماراتية: عالم ما بعد العولمة. ويرى الكاتب أن العالم انتقل خلال جائحة كوفيد-19 بسرعة هائلة من مرحلة العولمة إلى مرحلة ما بعد العولمة، وذلك بعد أن واجهت الدول الأوروبية ندرة كبيرة في المستلزمات الطبية نتيجة لعدم احترام الدول الصناعية الكبرى لقواعد حرية التجارة، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى استخلاص الدروس القاسية والمؤلمة. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور ياسر محجوب الحسين، الكاتب والمحلل السياسي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من لندن، الكاتب ياسر محجوب الحسين، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور ياسر إلى هذا الحوار. يا مرحبا، أهلا وسهلا، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مشاهديك في كل أرجاء الوطن العربي. مرحبا بك. نبدأ من عنوان صحيفة القبس الكويتية: العراق يحيي ثورة تشرين ورعب للفاسدين، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات أكتوبر، فيما استخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. إلى ماذا يدلل إصرار المتظاهرين المطالبين بالحقوق المشروعة والتغيير في العراق نحو الأفضل؟ أعتقد بعد مضي عام على التظاهرات الشهيرة في العام الماضي، يشعر المتظاهرون والمحتجون بأن مطالبهم وقيامهم بالتظاهرات لم تتحقق هذه المطالب، ولم تستطع الحكومة الاقتراب من هذه المطالب، ويشعر أن هناك ربما نوع من التماطل ونوع من الهروب إلى الأمام في مواجهة هذه المشاكل المتصاعدة. ويبدو أن فعلا الوضع خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي يزداد سوءا مع استمرار الفساد الذي ضرب كل مجالات العمل العام وكل فيما يتعلق بجميع مصافل الدولة. نعم، نبقى في تعليقات الصحف حول ثورة تشرين. صحيفة البلاد البحرينية تقول إنه في انتفاضة تشرين صرخات العراقيين تتجدد: هاتفينا ضد الطبقة السياسية والأحزاب والفساد والمحاصصة والتدخلات الإيرانية، مشددين على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير. لماذا يواجه التظاهر السلمي في العراق بآلة القمع والتنكيل؟ الحكومة ليست لديها قدرة على تنفيذ المطالب، وفي نفس الوقت غير قادرة على تحمل هذا الضغط السياسي الرهيب، وبالتالي ليس أمامها إلا أن تستخدم العنف والقمع والتنكيل، باعتبار أن ذلك ربما أو هذا هو الخيار الوحيد الذي أمامها، وربما يساعد على
التعاطي مع هذا الضغط الرهيب، طالما لم تستطع وليست لديها أي إمكانية للاستجابة لهذه المطالب. ربما الحكومات العراقية المتوالية والمختلفة هي جزء من واقع خلفه الاحتلال الأمريكي للعراق، وبالتالي هي جزء من هذا الـ من هذا الـ من هذه الإشكالات العديدة والمتعددة التي خلقها ذلك الاحتلال. أيضا صحيفة كل الأخبار العراقية تؤكد أن ثورة تشرين هي ذكرى تتجدد بمطالب مشروعة، بينما أحزاب السلطة تراهن على عامل الوقت. لماذا برأيك تراهن أحزاب السلطة على عامل الوقت؟ ربما كثير من السياسيين والطبقات السياسية في مختلف الدول المشابهة أوضاع في العراق تراهن على أن هذه التظاهرات أو هذا الغضب بمرور الوقت يصاب المتظاهرون والمحتجون باليأس، خاصة إذا كان هناك استخدام لقبضة أمنية وهناك استخدام لوسائل غير ديمقراطية. ولذلك يأملون في أنه بمرور الوقت تذوب هذه التظاهرات تنطفئ شعلتها. ولعل الحجم الكبير الذي يعني نحن نعلم أن هذه التظاهرات غير مسبوقة في العام الماضي، يعني أسفرت على مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بالجروح، ومع استمرار الفقر والتجويع، كل ذلك ربما يفوت من عضد المتظاهرين، وبالتالي مع مرور الوقت يمكن تستطيع هذه الحكومات كما تتخيل أنها يمكن أن تقضي على هذه التظاهرات وتستمر في حكمها وتستمر في فسادها. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي تقول إن أزمة الرواتب تعود للواجهة في العراق، والحكومة تعول على الاقتراض وتحذر أيضا من الإفلاس. إذن أزمة رواتب في بلد كالعراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما الأسباب وراء ذلك برأيك؟ يعني أنا أعتقد في المقدم هو الفساد الذي يبتلع الدخول العراقية الضخمة يعني، ولكن أيضا هناك أسباب أخرى ربما يعني أخرى تتعلق بانخفاض أسعار النفط، ونحن نعلم أن العراق يعتمد على تمويل يعني موازنته ربما بنسبة تفوق 90%، هو يعتمد على مدخلات أو عوائد بيع البترول. والآن يعني حسب ما أنا اطلعت أنه فقط الرواتب تحتاج ل 62 مليار دولار سنويا، بينما الآن النفط يعني إيراده فقط حوالي 30 مليار، وهذه فجوة كبيرة جدا يعني. وحتى هذه 30 مليار أنا أعتقد جزء كبير منها ينفق أو يتم قضمه عن طريق الفساد، يعني حتى هذه 30 مليار ليست صافية لتعود إلى تغطية الرواتب مصاريف الدولة. ولذلك الآن تلجأ الحكومة إلى القرض الداخلي، وأنا أعتقد كما قرأت أنه يرتفع يعني ارتفع إلى 43 مليار، وهذا يعني لا أعتقد أن القرض الداخلي يمكن أن يستمر في تمويل هذا العجز، خاصة وأنه البنك المركزي أيضا هو صرح وقال أن الموازنة هو لا يستطيع تمويل الموازنة، وهذه أيضا كلها يعني مؤشرات خطيرة جدا. كما أيضا علمت أنه حتى الاحتياطي الآن هو فقط 54 مليار من العملات الحرة، وكان حوالي 65 مليار، فما بالك إذا كان تتحدث عن رواتب فقط
هي تحتاج إلى 62 مليار، بينما الاحتياطي لدولة مثل العراق لا يتعدى 54 مليار. فالآن للأسف الشديد أنه الوضع خطير جدا، ويبدو أنه يعني على وشك الانهيار إذا لم يتم هناك تدخل سريع ومعالجة جذرية ومعالجة يعني حقيقية لهذا الوضع المتأزم. نبقى أيضا في القدس العربي، وعنوان العراق يطالب روسيا بالتدخل للسماح له بزيادة صادراته النفطية لمعالجة عجزه المالي. إذا الدعم الروسي للعراق مقابل ماذا برأيك؟ يعني هناك اللجوء إلى روسيا هو نوع من الولايات المتحدة الأمريكية. البعض يحاول يلجأ إلى روسيا، خاصة وأن روسيا على استعداد يعني للعب دور في هذا الإطار، خاصة وأنه لديها يعني كثير من هي تمارس لعبة جيوسياسية واسعة في المنطقة، ولذلك هي قد تبدو لها هذه المطالب فرصة سانحة لأنه لتعود لداخل العراق. ولكن في المحصلة يعني هي وجود العراق، وجود الولايات المتحدة الأمريكية، وجود أقصد روسيا والعراق في أيضا هو يعني زيادة للتوتر، لأنه البلدان متنافسان في من ناحية استراتيجية في هذه المنطقة. لكن يحسب لروسيا أنها هي كانت تعارض الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، ولذلك إذا كان هناك استدعاء روسيا بشكل يحفظ التوازن السياسي داخل العراق، وبشكل يزيد من العوائد الاقتصادية، أنا أعتقد ربما يكون في هذا الوقت أمر ربما يكون مطلوبا، ولكن هذا يحتاج لنوع من النوع من الحذر الشديد حتى لا نصب الزيت أكثر على المشكلة العراقية. عنونت صحيفة المدى العراقية بعد رحلة نزوح موجعة سكان المناطق المحررة بلا عمل ولا منازل، وعادوا أيضا للنزوح مجددا. برأيك كيف يتمكن النازحون من مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم أينما كانوا؟ أنا أعتقد النازحون مشكلتهم هي مشكلة أساسية مرتبطة بحل سياسي لقضيتهم. ما لم يتم الحل الوصول إلى حل سياسي لهذه المناطق، لا أعتقد أنه يمكن أن نتوقع أن يتم حل مشكلة النازحين، لأنهم مرتبطين بهذه المشكلة وبهذه القضية السياسية اللي هي معلومة لدى الطبقة السياسية في 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 العراق، وتحاول أن تهرب من حل هذه الإشكالية أو هذه المشكلة السياسية، وتحاول أن تقزم هذه المشكلة لتحصرها في أنه مجرد مطالب صغيرة تتعلق بالنازحين فيما يتعلق بالشرب والأكل، ولكن المشكلة في اعتقادي هي أكبر من ذلك بكثير، تتعلق بوضع سياسي ومتعلق بالخارطة السياسية الموجودة الآن في العراق الناتجة عن الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. وبالتالي الحل الجذري لقضية النازحين يتمثل في الحل في إطار حل سياسي أوسع وأشمل. نبقى في المدى العراقية في زاوية مقالات يتساءل أثير ناظم، هل هي جولة إنقاذ ما تبقى؟ وذلك بالحديث عن جولة الكاظمي الأوروبية والدور الأوروبي تجاه العراق. كيف ستتعامل دول أوروبا مع المواقف المتناقضة في السياسة العراقية؟
ايضا هذا يشير ايضا الى ان الطبقه السياسيه في العراق حتى تلك التي توالي الولايات المتحده الامريكيه او لديها علاقات مع امريكا، انا اعتقد رئيس الوزراء الحالي وحتى رئيس الدوله يحتفظون بعلاقات جيده مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هناك ايضا يأس من الوصول الى حلول المشاكل العراقيه عن طريق الولايات المتحده الامريكيه، لكن للاسف الشديد ان اوروبا الان هي في اضعف حالاتها وحالات السياسية حتى خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحتى فشل الاتحاد الأوروبي في حل أو في التعاطي مع جائحة كورونا، ونعلم إيطاليا كان لها احتجاجات، ربما اليونان، على فشل الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الدول اللي هي أعضاء أصيلة في هذه المنظومة. ولذلك أوروبا الآن اللجوء إليها ربما نوع من زر الرماد على العيون، لأنها في أضعف حالات السياسية، ولا نتوقع أن يكون لهذا اللجوء أو لهذه الجولة يعني أشياء إيجابية مباشرة محسوسة في حل القضية العراقية. تقرير لصحيفة الشرق الأوسط يؤكد أن الإفلاس يهدد نصف الشركات الأوروبية الصغيرة، وذلك بحسب مسح اقتصادي دولي. ماذا لو أفلست الشركات الأوروبية، وما الانعكاسات مستقبلا على العالم العربي؟ أكيد أنا أعتقد الإشكالات أو الانعكاسات سلبية، لأن الشركات الأوروبية وفي العالم العربي الاقتصاد في العالم العربي مرتبط بالغرب عموما، وجزء كبير مع الشركات الأوروبية، وما يقدر الإشارة إليه أن هذه الشركات التي أفلست أو في طريقة إلى الإفلاس الشركات الأوروبية أغلبها في قطاع الغاز والنفط، ونعلم أن أيضا للعالم العربي لا سيما العراق ودول الخليج اقتصاد يقوم على التعاون مع الشركات الغربية والأوروبية في مجال النفط والغاز، وبالتالي أي تأثر سلبي أو أي انهيار لهذه الشركات أو إفلاسها ينعكس بالضرورة سلبا على العربي يعني. نعم. يكتب الحسين الزاوي في صحيفة الخليج الإماراتية عالم ما بعد العولمة، الكاتب يرى أن العالم انتقل خلال جائحة كوفيد 19 بسرعة هائلة من مرحلة العولمة إلى مرحلة ما بعد العولمة، كيف ستكون مرحلة ما بعد العولمة برأيك؟ مرحلة ما بعد العولمة يبدو أنها يعني هي تتشكل في أو تنحصر في أن العالم كان في السابق في أقطاب معينة أو في قطبين معينين، الآن هناك تعدد لهذه الأقطاب، هناك حوالي نحو 3 أقطاب تقريبا يعني مناطق كبيرة، إذا أخذنا أمريكا وإذا أخذنا أمريكا والاتحاد الأوروبي هذا يمكن أن يعتبر قطب آسيا، والصين على وجه التحديد هذا قطب آخر، بالإضافة إلى روسيا والدول الأخرى، وبالتالي هذا الشكل الصراع في مرحلة ما بعد العولمة يعني ينطلق من هذه من صراع هذه الأقطاب فيما بينها. أما إذا البعض يشير إلى أن الصين ربما يكون لها وضع أو قد تتفوق على بقية الأقطاب، أيضا هذا احتمال وارد، وقد يحصل انهيار يعني مفاجئ للمارد الصيني يعني في مجال الاقتصاد في مجال مجالات الأخرى، كل ذلك هو يشكل مرحلة ما بعد العولمة. في ختام الحوار أشكرك دكتور ياسر الشكر الجزيل، كنت معنا هاتفيا من لندن.
أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.